صباح الخير، خلينا نشوف شو مخبيتنا الأبراج لليوم من فقرة جديدة من أوروسكوب، والبداية مع برج الحمل. مهنياً زملائك بيساعدوك لتوصل بطريقة أفضل لهدفك، أما عاطفياً الوقت مناسب لتعيش قصة حب كبيرة ومميزة. صحياً ما تحمل أكثر من طاقتك بهذه الفترة تما تعرض حالك لضغوطات صحية. برج الثور، مهنياً ضغوطات ومسؤوليات جديدة بتخليك تبرهن عن قدراتك بعملك، أما عاطفياً البعد عن الشريك عم بيأثر سلباً على علاقتكم. صحياً عمل فحوصات لتطمن على صحتك بأقرب وقت. برج الجوزاء، مهنياً فكر كتير منيح قبل ما تاخد أي قرار بخص عملك، أما صحياً أنت بصحة منيحة، حافظ على لياقتك من خلال الرياضة. عاطفياً شريكك بحاجة إليك لتعبر له عن اهتمامك بهذه الفترة. برج السرطان، مهنياً يومك متعب ومليان مفاجآت، بتتصرف معه بدقة وبذكاء، أما عاطفياً ثقة شريكك فيك عم تكبر يوم بعد يوم. صحياً خلي الرياضة تصير جزء من حياتك اليومية كرمال تتحسن من صحتك أكثر. عزيزي الأسد، مهنياً المشاكل رح تعارضك اليوم، بس بتدافع عن نفسك بطريقة جيدة وممتازة، ما بينخاف عليك، أما عاطفياً أنت بانتظار خطوة من الشريك تبين عن حبه واهتمامه إلك أكثر. صحياً انتبه على أكلك هيدي الفترة. برج العذراء، مهنياً قدامك أفضل فرصة لتثبت قدراتك بعملك، أما عاطفياً مستقبل العلاقة واقف على قرار من شريكك. صحياً انتبه على صحتك وما تعرض حالك للضغوطات. برج الميزان، على الصعيد المهني نجمك بيلمع اليوم وكل مشاريعك رح تزبط الحظ إلى جانبك، أما عاطفياً ما تتصرف بتسرع مع الشريك تما تندم بعدين. صحياً انتبه من التعب هيدي الفترة. عزيزي العقرب، مهنياً ما تتردد تطلب مساعدة من المدراء لتتعلم كيف تتصرف بعملك بطريقة مميزة، أما عاطفياً اليوم بتحس ببعد الشريك مع أنك كتير بحاجة له خاصة اليوم. صحياً بتعد عن النشاطات اللي بدها مجهود تما تتعب حالك أكثر. برج القوس، مهنياً ما تقبل حدا ياخد دورك أو محلك بالشغل، أما عاطفياً بتعبر للشريك عن مشاعرك بطريقة كتير واضحة اليوم. صحياً صار وقت تجرب نشاطات جديدة بترجع لك الحيوية، نحن مننصحك بالركض. برج الجدي، مهنياً بتمرن فرق جديدة تتكون على قد المستوى المطلوب بعملك، أما عاطفياً أنت والشريك بتتواصل بطريقة لذيذة لحلول كتير مهمة بعلاقتكم. صحياً جرب ترتاح من التعب هاليومين. برج الدلو، مهنياً مشاريع جديدة بتساعدك تحصل اهتمام كتير كبير بعملك، أما عاطفياً جرب تشوف الأشياء من وجهة نظر شريكك كمان وما تكون كتير أناني بعلاقتك معه. صحياً أنت بصحة جيدة وممتازة بهيدي الفترة. برج الحوت، مهنياً صار وقت التغيير بمكان عملك تتلاقي قصص أنت بتطمح لها من زمان بخصوص مستقبلك، أما عاطفياً خصص وقت مع الشريك أكثر كرمال تتقربوا من بعض بطريقة لذيذة ومنيحة بلا أي مشاكل. صحياً الرياضة بتساعدك على تحمل الضغط الجسدي. واليوم رح تكون معلومتنا عن علاقة برج الميزان مع برج الحوت. هيدي العلاقة رائعة، بيكون فيها انسجام وتوافق بين البرجين. العلاقة مبنية على الحب والتفاهم، والبرجين بينتبهوا يخلوا روح النكتة موجودة بعلاقتهم. مولود اليوم، منقول لك عقبال المية، انت شخص عنيد واللي بدك اياه بتوصله، احلامك اكبر من الواقع، بتفضل دايما تخاطر على انك تعيش على الهامش، انت شخص محبوب بتبرع بالفنون والهندسة. وانا هيك بكون خلصت معكم فقرة أوروسكوب لليوم، ناطرتكم لبكره.